السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. في البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيته، لأن رأيكم يهمني. راح أعمل مقشر المارغريتا بالملح. مع الصيف والحر ولبس الصنادل المفتوحة نحتاج إلى مقشرات لإزالة الجلد الميت ولنعومة البشرة. ما في أفضل من المقشرات المصنوعة يدوية واللي نعرف محتوياتها ومكوناتها وفوائدها لبشرتنا، ومع إضافة الروائح الزيتية مثل رائحة البرتقال والليمون تجعلنا نشعر بالحيوية والنشاط والاستعداد للاستمتاع بالصيف. أخلط جميع مكونات المقشر مع بعض ثم أضعها في علبة زجاجية محكمة الإغلاق وتكون نظيفة ومعقمة، واحتفظ فيه لمدة 3 شهور. المقشرات المصنوعة منزليا وخاصة مقشر المارغريتا بالملح تجعلك تشعري وكأنك قضيتي وقت في أسبا أو في منتجع صحي. وتخصيص بعض الوقت لنفسك أمر مهم للعناية من خلال المقشرات التي تساعدك على الاسترخاء والشعور بالحيوية أو بمجرد إبعادك عن ضغوط الحياة اليومية. وتعد مقشرات الملح والسكر منزلية الصنع هدايا مثالية لأي شخص في حياتك يحتاج إلى العناية والاهتمام بنفسه، ويمكنك شراء المقشرات من المتاجر ومتوفرة بكميات كبيرة، لكن لا نعرف ماذا يوجد في هذه المقشرات وهل هي مضرة لبشرتنا أم لا. وجميع مكونات المقشر مفيدة للجلد ابتداء من زيت جوز الهند، حيث يساعد على استرخاء عضلات الجسم إذا استخدم في التدليك الجسم، ويرطب البشرة ويخفف أي حكة أو جفاف فيه، ويكافح البكتيريا ويخفف تهيج البشرة، ومقشر طبيعي للجسم ويساعد على التخلص من الجلد الميت والمساعدة على التخلص من علامات تشقق وتمدد الجسم، ومفيد لأصحاب البشرة الحساسة ويكافح شيخوخة البشرة ويحمي الكولاجين في البشرة، ويساعد على شد الجلد ومكافحة التجاعيد لاحتوائه على فيتامين سي ودي وإي، ويقلل الهالات السوداء والاحتواء على مضادات الأكسدة. وفوائد زيت الليمون العطري الأساسي يساعد في إزالة الزيوت الزائدة عن البشرة المعروفة بالزهم والتخلص من الرؤوس السوداء والتخلص من التجاعيد والخطوط الدقيقة والعلامات المبكرة للشيخوخة. وكل ما عليك هو أخذ كميات متساوية من زيت الليمون العطري وزيت الزيتون وتوضع على الوجه لبضع دقائق، ثم يدعك برفق بحركات دائرية، ثم بعد 10 دقائق يغسل بالماء العادي. ومن فوائده تفتيح لون البشرة والطريقة أخذ ملعقة صغيرة من مسحوق البرتقال مع 5 قطرات من زيت الليمون الأساسي و2 ملعقة صغيرة زبادي توضع على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم تشطف بالماء العادي وتعمل 3 مرات في الأسبوع، ثم استخدام واقي الشمس عند الخروج من المنزل. أضفت للمقشر لون طعام أخضر، تقدرين ما تضيفينه وتخلينه على نفس اللون الأساسي للملح، ويصلح كهدايا للأهل والأصدقاء أو عمله كمشروع من المنزل، ويوضع عليه تاج يكتب عليه محتويات المقشر ومدة استخدامه. هو مدة استخدامه لمدة 3 شهور بشرط استخدام ملعقة نظيفة عند الاستعمال وعدم استعمال الأيدي في الأخذ منه. شاكرة لكم حبايبي على المشاهدة، وأتمنى ما تنسون اللايك وإضافة القناة.